بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. المرحلة اللي تمر بها الأمة الإسلامية بين ظفرين هي مرحلة كثرة المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم أشأم حال من الكفار. ماذا يقول ربنا فيما يخص الكفار؟ آية واحدة من سورة الأنفال، يقول ربنا جل جلاله وعما نواله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إيش معناه؟ معناه الكفار من كل حال وصوب، والمنافقين أشر حال منهم، ما يعرف المعاهدات إلا فيما بينهم السر والعلن، والسر أقوى من العلن عندهم، هما يخفوا في السر، هما أشر حال من الخبافيش، الخبافيش على طبيعتهم وعلى فطرتهم. اما هؤلاء من الشيطان يعبث بهم كما يشاء ومشيلهم ببالهم اليوم خير المسلمين. وعندنا دائما الناس هذوما النغمه نتاعهم اليوم يحبوا يظهروا روحهم مسلمين تقاتل باش ما يحاربهمش اهل الاسلام، وفي ان واحد باش يجموا يعملوا اللي يحبوا تحتك العمامه هذيك وتحتك الريدو هذاك، ولكن حتى شيء ما يخفى على ربي، وما تجموش تخاطروا ربي، ولن يقدر على مخادعتي احد من انس وجن، وكل الخلائق كلها معلومه عند الله، حتى ادنى من البوزون واعلى واكبر من مجموع المجرات، كله تحت علم الله وسيطرته، وهذا ما يمشي في صلاحكم يا اهل النفاق والشقاق. وارجو تاريخ العراق القديم في صدر الاسلام، شوفوا ماذا حدث للمنافقين، ولحد الان ولقيام الساعه يكون مصيركم دائما هو. ولهذا يقول رب سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، اعملوا معاداه ما شئت وخطوا ما شئت، الله سيفضحكم، وكلما اوقدتم نار الحرب اطفأ الله. وكم الاعلام نتاعكم مريض، خدم وبعد فشل، ومن طرد مكن الجماعه هذيك لانه لم يقوم بالواجب كما يظنون، معناها وقع فضاء، وقعت فضاء وفضاء زاد مش فضاء فقط، لهذا صفوفكم مش مستخلى من الاجرام، وصفوفكم مش مستخلى من الاعمال الفاسده، واعلموا انكم تخبوا بالبومبرونج، انتم توجهوا ضد اعدائكم ومسياتكم، ويرجع في وجوهكم القبيحه وقلوبكم النتنه وارواحكم النجسه. لهذا اعلموا ان الايه دي هي ما لا تضرب في الصميم قيامكم وبنائكم، وعما قريب ستدفعون الثمن هنا وفي القبور ان كانت لكم قبور، ويوم البعث والنشور لكم حساب، ثم اخر المطاف جهنم وبئس المصير، وتحرمون من جنات النعيم ورضاء الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، لهذا احنا على الحقيقه دي مانا متيقنين، القران يعلم فينا ليل نهار، ونبينا عليه الصلاه والسلام خذ مقدار منكم موقف، ولهذا احنا مش نعدلوا فيه، الموقف يبقى هو. وتعرفوا الناس اللي ثعلبوا وغيروا خدموا مش استغناوا، ووصلوا عندهم سيت في ميدان الغناء، ولكن كانوا افقر الناس، وحتى وقت اللي حبوا يصلحوا فاتهم الفوت، وانتم لحد الان ما فاتكمش الفوت، تجموا تراجعوا روحكم وتقصوا العلاق اللي كانت بيناتكم، وترجوا لله تائبين مستغفرين تائبين ناصحين، وما همش ما همش ناويين ترجعوا لما كنتم عليه اللي انتم توعي والعياذ بالله. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، دونك انهم une alliance contre eux-mêmes, contre leur groupe. والذين كفروا بعضهم كما قلت leur clan, leur groupe de maudits et de bandits. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا أي نحن إن لم نكن كذلك على عهد مع الله، ولا معنى حقيقة الإيمان والأخوة باش يكون معنى بناء صحيح. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا ايها المؤمنون
يا أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هي قيام الساعة إلا تفعلوا، أي لا تكونوا في معاهدة مع الله تربت بين قلوبكم وعقولكم وأرواحكم ونشاطاتكم ومخططاتكم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اعلم يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، يا أيها المحسن، إن لم تضع يدك مع إخوانك وما يكونش قلبك مع قلوبهم وروحك مع أرواحهم وشغلك مع شغلهم وهمومك مع همومهم، فتكون الفتنة في الأرض يا جماعة، تكون فتنة، الفتنة تلائم لعن الله من القرى، وربنا سبحانه وتعالى يقول الفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، واليوم تدخل كلهم خاسرين، اللي أمن وهو أجوف، واللي نافق وهو أسقط خلق الله، واللي كبر وهو من أسوأ أحوال الناس الذين أساءوا الأدب مع الله ومع أهل الله. والسلام على من اتبع الهدى.